بتابع نشاطات ايديل عن طريق السوشيال ميديا، واول ما نزلوا رابط التطوع مع شباب الجي بي اس سجلت فيه وقبلت وانقبلت. لما قرات عن برنامج جي بي اس والفرصه اللي كانت متاحه انه الواحد يتطوع فيها، اللي شدني اكثر التعلم من خلال القراءه وكتابه المقالات والليرنينج سيشنز اللي بقدر اخذها بايدير. بالبدايه ولما اجيت تطوعت في هذا المكان حسيت انه في شيء غريب او شيء انا ما تعودت عليه او بيئه عمل كانت جديده علي، ولكن لما استمريت في هذا المكان وصرنا عرفنا تعلمنا اشياء جديده، مصطلحات جديده، افكار جديده، فعليا لقيت انه هذا المكان هو المكان الوحيد اللي بيوفر هاي المعلومات او هاي المعرفه للمتطوعين. تعلمت مصطلحات كثير عن خطاب الكراهيه والخطاب البديل والخطاب المضاد. عم بتعامل مع ناس من ثقافات ثانيه، من بلدان ثانيه، من حضارات ثانيه، ولهم تاريخ ولهم شغلات كثير ممكن تتعرف عليها. جي بي اس شيء كثير حلو، ضاف لي كثير لشخصيتي. لقيت في هذا المشروع كثير من الناس اللي ممكن تشتغل معهم نفس هدفك او بيشاركوك في نفس هدفك. المشارك في الجي بي اس هو المكان المناسب عشان اي شخص حاب يعمل تغيير في المجتمع او حاب يغير في سلوكيات معينه من الافراد اللي حواليه.